الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال مسؤول سابق في هيئة النزاهة في العراق إن الشركات الاستثمارية لن تستمر ما لم تكن لها قوة حزبية أو جماعة مسلحة حامية لها، وأضاف أن أغلب الشركات الاستثمارية تابعة لأحزاب السلطة وأن المحاصصة بددت الثروات من خلال الطبيعية الريعية للدولة التي أدت إلى تركيبة النظام إلى تبديدها خلال السنوات الماضية، وأضاف أن الأحزاب تصر على الدخول في الحكومة بغية الاستفادة من موارد الدولة، وكذلك في الأحداث بالعراق بعد استهداف المطاعم التي تحمل ماركات أمريكية، وتابع أن البيئة غير آمنة للاستثمار في العراق بعد عجز الحكومة عن حماية المستثمرين. أعرب مواطنون عراقيون يعتزمون الذهاب لأداء مناسك العمرة عن استيائهم من رفض المصارف الحكومية بيعهم الدولار بخلاف ما يحدث مع المسافرين. وقال مصدر مطلع إن معظم المعتمرين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الدولار من المصارف الحكومية، ما يجبرهم على التوجه إلى السوق السوداء لشراء العملة الأجنبية بسبب سياسة البنك المركزي التي تقتصر على تزويد شركات التحويل المالي بالدولار دون السماح للمصارف الحكومية بممارسة هذا النشاط. اشتكى ضحايا الذهب المغشوش الذي ازداد انتشاره في العراق من ضياع أموالهم من جراء عمليات الاحتيال التي يتعرضون لها ودفع انخفاض الدينار العراقي مقابل الدولار وزيادة الغلاء وتضخم الأسعار، وهذا ما دفع العراقيين إلى شراء الذهب من أجل الحفاظ على مدخراتهم. وأصبح تفشي الذهب المغشوش ظاهرة ترهق المواطن والصائغ باحتواء الذهب على نسبة عالية من النحاس يصعب كشفها، إضافة إلى التلاعب بالعيار ولا سيما عيار 21. وكشفت شهادات بعض المتعاملين عن تنامي عمليات الاحتلال والتلاعب في الذهب، حتى إن بعض أصحاب المحال لم يسلموا من تلك الممارسات. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق صدر من النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة أكثر من 10 ملايين برميل خلال شهر نيسان الماضي، وشهدت صادرات النفط العراقي للولايات المتحدة زيادة ملحوظة على مدى السنوات الأخيرة، وقد بلغت أرقام الصادرات في بعض الأشهر مستويات قياسية، ويعزى ذلك جزئياً إلى قدرة العراق على زيادة إنتاجه النفطي بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط. وتلعب علاقات التجارة النفطية بين العراق وأمريكا دوراً هاماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تسهم في تعزيز استقرار السوق النفطية العالمية وتوفير الطاقة للاقتصادات الأمريكية والعالمية. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار النفط والمعادن. ختام الموجز للقاء.